كاين لا تخريج عاطينهم لا تخريج ما عاطينهم. شوفوا كنبقاو مخاوين الدراري صغار شوفوا مخاوين كاريه بيت وكنخلص دابا المدرسه واش غندير لهم دابا؟ انا 4 ولاد كنتسناهم قدام يهزوني راجلي راه معوض وخلص السلام فيما يخلص السلام. اللي ما قاريش كيدير الوليدات شكون غادي يوريه؟ شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي 2 ديال الوليدات راه واحد فيه مستقبل العائله واحد. واخا يكون عندك واحد كتمنى هاد الدري يكبر يقرا، واحد يكون عندك وضيعش ضعتي ما يضيعش هاد الوليد هذا. واش واحد كيقري غير من 2 للجمعه ولا 3 ايام واخا شغنديرو فيها حنا؟ كاين اللي ما قاريش نديروا لهم الدعم نديروا لهم بزاف الحوايج واش غنديروا لهم هاد الوليدات كاع؟ انا ما قارينش بيت واحد مجموعين في كامل شحال انا ندير ليه تليفون ودير ليه واي فاي ولا تخلص لي السلام ليه ما عنديش جمعية عباولية تلاميذ المدرسة مبروك. أنا بعد أولا أنا غير سجلت شي نقاط. أنا أولا كاين واحد المثل كيقول لك ابتعد عن المعلم 7 أقدام حتى لا تدوز على ظله بالخطأ. رغم كل هاد المآسي وهذا الشيء اللي كنعانيو وزيادة في الأسعار وزيادة في بزاف د الحوايج والفقر اللي كنعيشو فيه وحنا فين واصلين. وزاد سي بنموسى ووزارته وزبانياته اش قال لك؟ تعالى نديرو القرايه عن بعد. سي بنموسى راك ما دزتيش التعليم. سي بنموسى راك ما مشيتيش قريتي في العروبيات. سي بنموسى راك ما مشيتيش في الشانطي وغادي دار بواحد 7 كيلومتر بيس. راه ما مقريش ولادك في العمومي. واش عباد الله ملي كتقول لي قرا عن بعد؟ راه كاينين ناس هنا اولياء امور راه ما عندهمش ما ياكلوا وما عندهمش التليفونات وما كاينش. وبالاحرى انه يدير وبالاحرى انه يدير الويفي. ها واحد منهم ما عندناش التليفونات. هذا هو السؤال بغيت نقول لك، يعني الوليدات هذا العام هذاك الامتحانات الدريه ما تخلقناش تقريبا ما 50 مليون ديال الدرهم. علاش ما قاري الدري ما عارف حتى حاجه وحده اصلا؟ المهم انا هاد ديال البعد راه ما متفقاش معاهم. هي كتسمع في التليفون انا عندي ويفي. شي اللي كتقول حنا دابا دايرين اضراب كنقراو يومين كاينو الجمعه. يعني الدراري ضعاف في القرايه طالعين شلين والاساتذه ما عطاوهمش ما نجلوش معاهم الطاوله باش يتحدثوا يهضروا معاهم. المهم السي بنموسى نزيدك بالعقوبات. انا ما فهمتش كتعطي هاد العقوبات. واش انا معلم باغي نقبل لك بهاد العقوبات؟ كتقول لي العقوبات خصك الحرمان من الحركه الانتقاليه لمده 2 سنتين، الحذف من لائحه الترقي في الدرجه بالاختيار، الحرمان من المشاركه في امتحان الكفاءه المهنيه، الانحدار برتبه واحده، الانحدار برتبتين، الحرمان من المنحه الماليه السنويه، الحذف من الترقي في الدرجه، الخصم من الرتبة الأساسية. هذا ماشي نظام السي بنموسى، هذا ماشي نظام. ولكن حط واحد الجبانية ديالكم تما وأنا غادي نذكر الاسم ديالو. هذا السيد لقاها مسكية ومصوبة. وهذا من المهندسين ديال هذا النظام الأساسي. واحد السيد عندك اسميتو يوسف السعداني حساني، هو من المهندس ديال هذا النظام الأساسي. زعما هذا السيد زعما حيت كان في البنك هذا. ولكن غادي نشوف تانعية وغادي نقول لك واحد الكلمة. ما سر وجود المندوب ديال البنك الدولي معاكم في النقاش؟ وعباد الله وبنموسى والحكومه ديال أخنوش، واش لا يعقل؟ واش نتوما كديروا الدين وتقتلونا بدين؟ اش درتوا لينا بهذا الدين المديونيه اللي دايرين؟ اش درتوا؟ حسنتوا الوضع ديالنا، نقصتوا من المازوت، نقصتوا من المعيشه. اشنو واش كتاخذوا الدين كتاخذوا المديونه باش ديروها في جيوبكم باش تخونوا بهذه العباره؟ وأخنوش انا خنوش كنصيفط لك رساله من هنا وكنصيفط رساله حتى الملك نصره الله. انا الملك ديالنا وحنا الشعب ديالو. انا كنصيفط لك سعاده الملك الله يرحم الله يشفيك بصحيحتك. حنا راه الشعب ديالك، نحن شعبك ونحن ابناء هذا الوطن. لا يسعنا ان ننتظر اكثر ومستقبل أبنائنا على المحك. نحن نتكلم عن أطفال يملؤون الشوارع بدل المدرسة، نحن نتكلم عن أبسط الحقوق تعلم سعادة الملك جلالة الملك، الله ينصرك، خرج عند الشعب. الحكومة هذه راه ما لايقاش، والله ما لايقة بالله. واش كنت كتشكى؟ واش عباد الله وزير واحد مخرج 300,000 أستاذ للزنقة؟ لا يعقل والله، لا يعقل. شكون هو شاكيا بنموسى؟ والسيد ماشي ديال التعليم، وحط المكان، حط الرجل المناسب في المكان المناسب. بن شاكيا راه خرج، بنموسى راه خرج علينا، ويجب لنا نوضوا الوافه من قبره. الا بغيتوا التعليم، وراه قال لكم خصنا نصلحوا منظمه التعليم من الداخل. يكفي أن كان عندكم واحد الخطة استعجالية وداو فيها الزباب ديال الفلوس. تزيد ندخل معك أكثر من هكا. السي بنموسى شحال عندك 300,000 معلم، درنا لهم 1,000,000 كتجيهم 36 مليار، وهي الجامعة وهي الدولة كتعطيك 74 مليار. فين هو الباقي السي بنموسى؟ فين هو؟ حسبها وعاود حسبها. حنا درنا لك مليون أستاذ، واحد على واحد كيشد 5,000 وواحد كيشد 10,000، ودير لهم ذاك المعدل كتجيهم مليون. وإلا ضربتي مليون في 12 وضربتيها في 300,000 غادي تجيك 36 مليار. أنا هو الباقي السي بنموسى، ولا خصكم ما ديروا. بارك عليكم. حاجة واحدة نوصلها لك بنموسى وديرها في بالك، راه كاينة عدالة إلهية، راه كاين الله فوقك، وعرف بأن الكفر راه ما فيهش تجيب، راه الكفر ما فيهش تجيب، راه يوم القيامة أنا خصيبك عند الله. راه غادي تصور السي بنموسى، وهذه بغيتك ديرها في بالك. تصور النهار يوم القيامة ويوم العرض، وحنا غادي نتحاسروا، غادي نوقفوا قدام أمام الله كما ولداتنا منا. اش باغي تدرك بيا؟ ما غاديش تدرك بها. تجي ورايا، تجي ورا هاد السيده، تجي ورا هاد الحناجر اللي كاينه هنايا كتغوت. سي بنموسى نعرف الشيطان واش مخرج دابا بلا ما نقول مقري ولادك ومقرين ولادكم في كندا وفي ميريكان والدبلومات وهذا. هادشي انا ما كيهمنيش، كنشوف انا غير الفقراء اللي معايا. ولا اله الا الله محمد رسول الله. ها كيهضري اختي اسيدي يا بنموسى، يا ربي، يا جلالة الملك، يا جلالة الملك، يا جلالة الملك، نحن نناديك نناديك نناديك. وهاد الأمة اللي كتسانايا، وهاد النساء اللي كيجيو بولادهم، حنا كنتسناو الأفضل، حنا كنتسناو الترونسبور يولي العمومي، النساء ساكن كيسامحوا في ولادهم، كيسامحوا في رجالهم، كيسامحوا أي حاجة، وكيجيبوا وليداتهم. وهذا الشيء اللي كيدير هاد السيد راه حرام. حنا مع الأستاذ كان المعلم أن يكون رسولا. لا اله الا الله، اتقوا الله فينا، اتقوا الله في الامه، لا اله الا الله محمد رسول الله. حسبي الله ونعم الوكيل. ها النساء ساكن كيخرجوا الصباح بكري باش يوصلوا وليداتهم. اللهم من هذا منقى. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربي يا جلاله الملك، نشدوك من هذا المنبر ومن هذا الشارع ومن هذا الامه كلها كتعيط على الله ومن بعدك انت. هو اللي غادي يخلص هاد الناس، هو اللي غادي ينتقم من هاد الناس. حسبي الله ونعم الوكيل. علاش الاستاذ مسكين قهرتوه؟ علاش الاستاذ درتوا هاد الحله؟ علاش الاستاذ اللي كيقري 42 تلميذ او 40 تلميذ قسم؟ اللهم من هذا منكر. المفتش 10 مليون في العام تعطيوه. علاش؟ شنو كيدير المفتش؟ كيجيب راه في الشهر، والمعلم اللي كيقول شحال خاصو صبحا وعشويه ليلا ونهارا. الله يعفو عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل. يا بنوسى اتق الله في العباد. السلام عليكم. ولادنا ضاعوا بصراحه. واش حنايا يقراو عاد الاثنين ويقراو الجمعه؟ شنو هو هادشي؟ يديروا معنا شي حل. يعني انتم ما راضينش على هاد الوقت، ما راضينش على هادشي. واش باغينا نديروا القرايه عن بعد؟ هما ما قراوش في المدرسه، ما حتى عن بعد ما كاينش القرايه عن بعد. واش القرايه على بعد هاد السنه ديال العام الدراري ولادكم كيفاش كتتبعهم؟ عندي جوج وليدات، واحد كيقرا من عند الله، واحد كيقرا هنايا. كيفاش كتتبع الدراسه ديال هاد العام؟ قراو شي حاجه ولا والو؟ مش قهوه ولا لعب جديد غير خارجين ما والو، خارجين الزنقه يلعبوا. ما كاين لا قرايه لا والو. رسالتكم شنو تقولوا لهم؟ شنو رسالتكم؟ يديروا معنا شي حل، يديروا معنا شي حل، يديروا معنا شي حل. كنقراو كنتمناو وليداتنا يقراو. حنا دابا ما كنلوموش الاساتذه، الاساتذه ما عليهم والو، ما كنلومش الاساتذه. دابا كنقول عليكم ما كنلومش الاساتذه، كنلوم اللي فوق من الاساتذه، اللي عاطينهم العمر في الاساتذه، ديروا لهم الحل حتى هما، بحالهم بحال عباد الله، داكشي اللي باغيينو ديروا لهم، باش يقراو لينا وليداتنا، باش يقراو ولادنا بالذات، راه ولادي ولادك ولادك. راه نهضروا مع هذا المسؤول مزيان باش نلقاو الله يرحم لكم الوالدين، هادشي اللي كاين، اللي كاين شي حل يديروا لينا، الاساتذه راه حنا ما كنلوموش، كنلومو اللي فوق من الاساتذه، باش ما نبقاش نشرح شكون اللي فوق وشكون ما فوق، غادي ندخل بعباد الله، حل واحد يدير لنا الله يرحم الوالدين. كتشوف الوجوه الحناجر اش كتقول، والمشكله انهم كيدعيوك الله، راه قلت لك كاينه عداله الهيه، راه كاينه عداله الهيه شاكي بن موسى. انا راه كنقول لك هاتا خليك منك الله، خليك منك الله. واخر ما نقول لك الله يعاون الله يسهل، ولادنا راه غادي يقراو وغادي يخرجوا حسين من ولاد اخرين. وراه ديك النهار قلتها لك في واحد الفيديو، راه قلتها لك راه بقات لك بقاو في هذه الحكومه ديال اخنوش، راه جوج قطاعات حيويين باقي ما بعتهمش، باقي المدرسه العموميه وباقي لكم الصحه، هادو اللي باقي لكم ما بعتوهمش وبيعوا باش تخونوا الفلوس، راه غير ديهم. وفي اخر كنشكرك اودي اصوات بزاف وسمح لينا بزاف والله يعاونك. خرج من الحبسانه كاين قولي علاش الحبس علاش تدوي على حقي مشيت في الحبس ما دوتش على حقي انا دوت على ولدي هذاك راه ولدي كنتمنى فيه شحال ديال الولاد عندي 4 اولاد وكان بيت بيت ولدي انا هنا ولاد هنا وراجلي حدايا راه عيب ندير انا الويفي اش غندير هاد الويفي والقرايه الاثنين والقرايه الجمعه ايوا واش غندير انا ما قارياش انا كنمشي نخدم باش نعاود نمشي نخدم باش نخليهم كلهم باش نخليهم كلهم نحضر فيها كنحضر فيها كلهم انا غنمشي نشوف الديار نخدم كنخدم وحداك يا ربي اخا القهوه غير نص ساعه باش ندير اش غندير هاد الساعه خرج من هاد الدار خرج من الناس اللي كنخاف انا كنعرفوا المدرسه اش غنخلصو اش غنديرو الا كيزادونا في كلشي صبرنا عليه نحكم هذاك ولا الدوله هذه ولا فاش باش يزيدونا حنا حتى ولادنا راه ما يتقبلهاش العقل ما يتقبلهاش انا ما نقبلهاش يبيع عليا ولدي ما نقبلهاش يخرج ليا شمكان يخرج ليا كنتمنى فيه يخرج ليا حساب لا يخرج ليا شي حاجه يخرج ليا شمكان يخرج يبيع الحشيش اش غتخرج ليا الدري ما غنفهمش راه وليداتنا المستقبل راه الجيل القديم الجيل الجديد اللي جاي راه خصنا ندعمو مشكل الله مشينا صافي سالينا العيال سالاو دابا كيتسناو الامل غير الوليدات اللي جايين طالعين واش الا بغيتي تبقى تخليها تطلع على بعد اش غندير ليها كندير على بعد انا غنمشي التليفون يلاه كنقول الو باش غنشوف بنتي تقرا ليا على بعد داروا سكر تاع تقرا ليا بعد شنو ما فهمتش والله ما فهمتش كتفهمش شي حاجه شرحوا لينا حنايا ما فهمتيش شرحوا لينا المستقبل راه كاين ماشي عاقل مع السنان يلا مع الصيد الله ما تعملوش نعمل له هاد الامهات راه كل جاو يهضروا هنا راه غادي يشدوا السيد على خدمته. كنشكروا اصوات بزاف والله الا معانا في السراء والضراء وما عمرها تراجعت علينا ولا خلاتنا بوحدنا. كنشكركم بزاف اودي السي محمد كنشكركم بزاف السي عمر كنشكر حتى شوف تي في وسمحوا لينا بزاف راه هاد الجي راه من الحرقه ديالنا على وليداتنا بغيناهم يقراو بغيناهم يتشمكروا. والسي بن موسى اخر كلمه غادي نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك لا انت ولا حكومتك حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. عرفتي ملي يقولوا لك هكا والله اخويا ما نظنش انا غتدخل سالم الله يرحم لكم الوالدين حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.